احنا الحمد لله من البداية كنا مركزين بشكل عالي جدا، كان في تمرينات كنا مركزين والروح كانت حلوة، وماتش بماتش كنا مركزين عليه، والحمد لله قدرنا نكسب الماتشات كلها ووصلنا دور النهائي. بس الحمد لله برضو في ماتش النهائي عملنا ماتش حلو وقدرنا نتعادل، بس الحمد لله بقى ركلات الجزاء توفيق وحظ. بس احنا مبسوطين جدا بالأداء بتاعنا. بعد الخسارة احنا طبعا كنا زعلانين جدا، بس كلنا كنا في ظهر بعض، ما سيبناش حد. يعني كابتن محمود جابر كان بيقول لنا احنا لعبنا وعملنا بطولة هايلة والحمد لله يعني، بس خسرنا في ضربات جزاء. وكل ماتش ده كنا احنا مدين شكل احسن، بس الحمد لله. صراحة وانتوا كنتوا موجودين كنتوا شايفين ان انتوا توصلوا للنهائي اول البطولة. احنا من اول يوم جمعنا واول يوم رحنا السعودية احنا كان هدفنا البطولة، وكان كنا مركزين، وكان أي حاجة كنا نطلبها كانوا بيجيبوها لنا، وأي حاجة كنا محتاجينها كان بيجيبوها. فكان طبعا كله علينا وقدرنا نوصل النهائي، وعملنا يعني بطولة كويسة واحنا مبسوطين بالأداء الرجولي. كان طبعا زعل كبير جدا تخسر في النهائي، بس لازم طبعا نحيي الجمهور اللي واقف في ظهرنا واللي جه السعودية. كان طبعا جمهور عظيم كان بيشجعنا وما سبناش يعني، وكان طبعا أجواء حلوة جدا. كنت متوقع ان يبقى في جماهير ولا كنت شايف ان الموضوع صعب يكون في العدد ده؟ لا كنت متوقع ان كان في جماهير بس مش بالشكل ده. يعني انا لقيت منظر جميل جدا واقف في ظهرنا وما سبناش بصراحة. طيب انا هرجع بيك خطوه للوراء. منتخب نبدا بمنتخب الشباب. صلاح باشا في منتخب الشباب ده كانت البدايه صعبه، كانت اصابتك بكسر في الترقوة، ازاي اتعاملت يعني اتغلبت على الاصابه دي؟ لا في السنة اللي فاتت انا اتصبت في التركوة، والحمد لله قدرت ارجع احسن من الاول، ومرنت على نفسي واجتهدت عشان كان هدفي ان اعمل حاجة للمنتخب وللنادي، والحمد لله الفرصة جات لي السنة اللي بعديها وقدرت اشارك معاهم. الحمد لله وصلت النهائي يعني، بس الحمد لله عملنا ماتش كويس ومبسوطين بالأداء. تمام، سر احتفالك مع ماجد هاني لاعب الزمالك على طريقة شيكابالا وزيزو. لا هو أصل أو قبل الماتش كان بعض من اللعيبة بعتلنا مسج كده قبل النهائي عشان نركز، لعيبة مين؟ ومنهم شيكابالا إن شيكابالا بعت لك انت ولا بعت لمين بالظبط؟ لا بعت لكابتن محمود جابر يعني ولمنتخب مصر، بعت لنا دعوة يعني إن عشان نركز في الماتش، وشوية لعيبة كمان من المنتخب ومنهم كمان شيكابالا، هو بعت لنا مسج يعني وقال لنا لو في حد جاب جون نعمل الحركة دي. هو طلب منكم شيكابالا، طلب منكم كده. أها خلال الفترة الماضية خلال البطولة وتألقك بدأت في أخبار كتيرة بتتكلم، ومن ضمنها كان تصريحات للكابتن محمود جابر إن روي فوتيريا بيتابع لاعبين من منتخب الشباب، 4 لاعبين، كله اتكلم إن صلاح باشا من ضمن هؤلاء اللاعبين. عايزين نعرف القصة إيه وإيه اللي حصل. انا طبعا اول ما سمعت الاخبار دي انا فرحت جدا، بس ما كانش فيه لسه تواصل ما بيني وما بين المدير الفني، بس انا طبعا جاهز وان شاء الله مستني دعوة، وطبعا انا جاهز لاي حاجة للمنتخب.
شايف نفسك ان انت مع المنتخب الاول هتقدر تاخد تحجز مكان اساسي في التشكيلة، ولا شايف الوضع ازاي؟ انا حلمي طبعا ان انا اشارك مع الفريق الاول، المنتخب الاول، واوصل معاهم كاس العالم ونكسبها. ليه لا؟ احنا عندنا لعيبه تكسب كأس العالم؟ نكسب كاس العالم، ليه لا؟ احنا عندنا لعيبه مميزين جدا، وان شاء الله في 2026 نقدر نعمل حاجه. يعني انت شايف ان انت لو انضمت لمنتخب مصر الفترة المقبلة وتكون اساسي، شايف ان الجيل الحالي يقدر ان هو ياخد كاس عالم؟ خاصة ان احنا قطر، مونديال قطر احنا مش هنصعد، ما صعدناش اصلا. فشايف ان انت في 26 تقدر ان انت كمان تنافس على لقب كاس العالم؟ اه انا شايف ومتفائل يعني ان احنا عندنا جيل مميز جدا، وممكن نقدر على اي حاجة. احنا منتخب مصر. رب ان شاء الله. شكرا. بصراحة يا صلاح، هل تم عرض عليك اللعب باسم منتخب تاني غير مصر؟ لا، ما عرضش على اي منتخب تاني. نهاية يعني كل الاخبار اللي كان بيتم تداولها ان انت منتخب ايطاليا وفي دعوة ان انت تتكنس لمنتخب تاني، ده كان كل ده كلام منك. لا لا، ما كانش في اي دعوة ولا اي حد كلمني من منتخب ايطاليا. فهمت. بعد تألقك في البطولة أو خلال الفترة الماضية، هل كان في تفاوض بين أندية مصرية، من الزمالك، من الأهلي، من بيراميدز، ولا الكلام ده؟ لا انا برضو سمعت، بس ما فيش حاجة جات لي. انا دلوقتي يعني مركز في الاحتراف، لأني واخد دلوقتي الهداف الدوري وهداف فريقي، وبتمرن مع الفريق الأول، ويعني حاليا أنا مركز بره. ويعني لو رجعت مصر ممكن أنا يعني أرجع نادي الأهلي لأنه بيتي وعادي. يعني انت لو فضلت انك ترجع مصر فهترجع على الاهلي. آه بس يعني أنا حاليا طبعا هدفي إن الاحتراف، بس يعني الكورة ما نعرفش فيها ايه، فممكن يعني اهلي بيتي بصراحة. تمام. طيب هل في عروض ليك في الدوري الايطالي؟ في بعض من العروض، بس حاليا دلوقتي عايز اركز في مع اودينيزي، لاني عايز اشارك ان شاء الله معاهم واعدي بشكل كويس. الموسم الماضي انت كنت صعدت للفريق الاول في اودينيزي، وكنت شاركت يعني كنت متواجد على دكه الاحتياط لمده 6 مباريات. الموسم الحالي هل اتكلمت مع النادي، هل اتكلمت مع المدير الفني ان انت تكون موجود وتشارك، ولا الموضوع ايه، هتبقى برضه في الرديف اما تصعد للفريق الاول؟ لا، هم قالوا لي ان انا السنه دي ان شاء الله اتمرن مع فريق اول دايما، وانزل العب ماتشات في الدوري مع فرقتي، وان شاء الله لو في امكانيه اشارك برضو في السيريا. بالنسبة للحديث عن الأندية المصرية وإن أنت جالك عروض ولا لأ، عايزين نعرف أنت إزاي مشيت من النادي الأهلي؟ الكواليس بالظبط إيه اللي حصل؟ خاصة إنك لا، انا كنت في الاهلي، لعبت فيها سنتين، كنت برضو واخد الهداف الفريق وكنت مبسوط جدا، بس والدي جاله ظروف صحية، وساعتها في مصر كان في ثورة، وكنت عايش مع والدتي، هي أجنبية، فمعرفتش، كانت صعب يعني الأمور نعيش في القاهرة لوحدينا، فسافرنا إيطاليا واستقريت هناك يعني مع فريق اودينيزي. بالنسبة لصلاح باشا، مين مثلك الأعلى في مصر؟ لعيب مثلي الأعلى هو طبعا محمد صلاح، لكن في مصر أنا معجب بلعب عبد الله السعيد جدا. الفريق الأوروبي اللي بتتمنى في يوم من الأيام تلعب فيه؟ انا طبعا حلمي ان العب في ريال مدريد، وان شاء الله احقق حلمي. حلمك انك تلعب في ريال مدريد؟ انت اصلا اه بتشجع ريال مدريد؟ اه مش كنت بشجع ريال مدريد من ايام رونالدو. بالنسبة لتواجدك مع المنتخب، شايف مين من اللعيبه من المنتخب ممكن اللي هي تقدر
تحترف بره زيك مثلا؟ لا هما بصراحة أنا شايف مجموعة كتيرة من اللاعبين إن هي عندها قدرة إن هي تحترف، لأن بانت في البطولة، وإن شاء الله التوفيق ليهم برضه. زي مين مثلا؟ ممكن تقول اسماء؟ في كتير والله، أنا في أسامي كتيرة بس كلهم والله لعيبة كبيرة. انا صراحة انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاك، وان شاء الله يكون حوار ممتع، وان شاء الله الفترة الجاية نبارك لك وانت في المنتخب. إن شاء الله ربنا يخليك.